السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في درسنا اليوم مسائل وتطبيقات على قوانين نيوتن الثلاث. في درسنا اليوم سوف أقوم بتطبيق قانون نيوتن الأول. على سبيل المثال، لدي هنا صندوق موضوع على مستوي مائل، يميل هذا المستوي عن الأفق بزاوية تتا تساوي 30 درجة بهذا الشكل. الآن على سبيل المثال، كتلة الصندوق M تساوي 10 كيلوغرام، وهذا الصندوق أثناء حركته أو أثناء في هذا الوضع تؤثر قوى احتكاك بين سطحه من الأسفل والطريق. قوى الاحتكاك هنا الفتحة تساوي 25 نيوتن. الآن المطلوب ما هي القوى التي يجب أن نطبقها بشكل أفقي على هذا الصندوق حتى لا ينزلق، يعني لكي يكون في حالة اتزان. ما هي قيمة F؟ يعني على سبيل المثال يوجد شخص هنا يدفع هذا الصندوق بقوة موازية للأفق، ما هي هذه القيمة التي تجعل الصندوق في حالة اتزان؟ يعني هنا يجب أن تكون محصلة القوى المؤثرة الخارجية على هذا الصندوق تساوي الصفر، يعني كي يكون الجسم الساكن يبقى ساكناً يجب أن تكون محصلة جميع القوى على هذا الصندوق صفر. وبالتالي قانون نيوتن الأول يقول أن جسم الساكن يبقى ساكنا إذا كان محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي الصفر. طبعا هذا المثال أو هذا الشرط هو شرط من شروط التوازن، يكون الجسم متوازن إذا كان في حالة الحركة الانسحابية، طبعا إذا كان محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي الصفر، يكون في حالة موشن أو حركة إذا كان محصلة القوى الخارج عليه لا تساوي الصفر. الآن نحدد القوى التي تؤثر على هذا الصندوق. نكتب الآن ما هي القوى التي تؤثر على هذا الصندوق. القوى الأولى التي تؤثر على هذا الصندوق واللي هي الوزن، شاقولي ونحو الأسفل بهذا الشكل. الوزن هنا إذا كانت الكتلة 10 والجاذبية 10، قيمة W في هذا المكان هو عبارة عن 100 نيوتن. أيضا لدي قوى احتكاك تحدث بين أرضية الصندوق من الأسفل والطريق. قوى الاحتكاك هنا نمثلها بالقوة الفتحة. القوة الفتحة هنا قيمتها هي عبارة عن 25 نيوتن. الفتحة جميع هذه الكميات هي متجهة، الفتحة تساوي 25 نيوتن، يعني تؤثر عكس الجهة المتوقعة على الصندوق. يعني الصندوق في حال عدم وجود القوى F التي تعمل على اتزانه سوف ينحدر نحو الأسفل تحت تأثير الوزن. الآن القوى التي تؤثر على هذا الصندوق هنا والتي توازي الأفق واللي هي القوى F بهذا الشكل مجهولة غير معلومة القيمة بالنسبة لدي، المطلوب هو حساب هنا القوى F. الآن يوجد أيضا لدي، لا ننسى القوى التي تكون عمودية دائما على مسار الحركة وتسمى النورمال أو قوة رد الفعل N بهذا الشكل. محصلة هذه القوى وبالتالي لدي الـ F زائد الـ F فتحة زائد الـ W زائد الـ N تساوي الصفر. الآن اختار جملة محاور أحداثية. دائما عند الدراسة نختار جملة محاور أحداثية موازية للطريق واللي هو المحور X، وجملة محاور أحداثية الأخرى تكون دائما عمودية على المحور X بهذا الشكل واللي هي المحور Y. هنا X Y، طبعا نجعل اتجاه X نحو الأعلى ونحو الأسفل، يعني نختار اتجاه محدد اختياري كيفي. نقوم بالإسقاط أولا على المحور X، نسقط على المحور X. الآن على المحور X لدي القوى F، مسقط البداية نقطة موجودة من المحور، مسقط النهاية بهذا الشكل. هذه الطويلة هنا هي مسقط F على المحور X. نلاحظ أن هذه الزاوية أيضا هي عبارة عن 30 درجة، هنا زاويتين متساويتين بالتبادل.
هنا F توازي الأفق، وبالتالي 30 تساوي 30. نلاحظ مسقط F، مسقط البداية هنا، مسقط النهاية هنا، اتجاه حركة القلم من مسقط البداية إلى مسقط النهاية عكس اتجاه X تؤثر، وبالتالي سوف تكون سالبة، وبالتالي ناقص. الزاوية هنا بالنسبة للمسقط هي مجاور، وبالتالي الوتر واللي هو F في كوساين 30. الآن الإف فتحة تؤثر عكس جهة المحور، لا تصنع أي زاوية، وبالتالي هي سالبة ناقص 20 25. الآن دبليو، دبليو مسقط البداية نقطة موجودة من المحور، نسقط النهاية، أقوم بإسقاط العمود بهذا الشكل. هذه الطويلة هنا هي مسقط دبليو على المحور إكس، نلاحظ أنها تؤثر في الاتجاه الموجب، اتجاه جهة حركة القلم من مسقط البداية إلى مسقط النهاية. الزاوية هنا أيضا تساوي 30 درجة للتعامد مثنى، يعني قطعين زاويين متعامدين أضلاعهما متعامدة، وبالتالي الزوايا بينهما متساوية سوف تكون. يعني هنا المسقط، مسقط البداية إلى مسقط النهاية اتجاه حركة القلم مع جهة X، وبالتالي هو موجب زائد دبليو مضروب هنا المسقط هو مقابل للزاوية 30، وبالتالي في ساين 30 زائد، بقي لدي الN، مسقط N على المحور X هو صفر يساوي الصفر. الآن بإجراء عمليات التعويض ناقص الF التي أحتاجها الآن، ناقص قيمة الF مجهولة في كوساين 30 واللي هي عبارة عن جذر 3/2، ناقص 20 25 زائد الدبليو هي عبارة عن 100 في ساين 30 واللي هو نص يساوي الصفر. الآن بقي لدي المجهول الوحيد واللي هو F ناقص F في جذر 3/2، هنا نص 150 ناقص 25 زائد 25 يساوي الصفر، وبالتالي هنا الF هي عبارة عن 50 على جذر 3 نيوتن. يعني يجب أن يطبق هذا الشخص الموجود في هذا الموقع قوة قدرها 50 على جذر 3 نيوتن، تعمل هذه القوة على جعل الصندوق في حالة التوازن، نسميه توازن انسحابي. يعني يتطبق معي قانون نيوتن الأول، الجسم الساكن سوف يبقى ساكنا إذا كان محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي الصفر. الآن في الطلب الثاني مثلا على سبيل المثال مطلوب حساب الـ N. الN كيف يمكن حساب الN؟ الN محمول على المحور Y، وبالتالي من الأولوية بمكان أن نقوم بإجراء عملية التحليل على المحور Y. إذن على المحور Y نفس العلاقة السابقة، على المحور Y بإجراء عملية التحليل لدي F على المحور Y بهذا الشكل، مسقط البداية عمود، مسقط النهاية نقطة موجودة من المحور، هنا مسقط F على المحور Y هذه الطويلة. لاحظ إذا كانت هذه الزاوية 30 هنا الزاوية أيضا 30 للتبادل الداخلي، المسقط هو مقابل الزاوية 30. تأثيره نلاحظ جهة حركة القلم من مسقط البداية إلى مسقط النهاية عكس جهة الواي، تأثير F عكس جهة الواي، وبالتالي هنا تكون سالبة F كما ذكرنا في ساين 30. الآن لدي أيضا الF فتحة مسقط على المحور Y صفر زائد الصفر، ليس لها تأثير، مسقطها نقطة، يعني ليس وجود لها أو لا يوجد وجود لفتحة على المحور Y. ننتقل الآن إلى W، وصلنا إلى W، مسقط البداية نقطة موجودة من المحور، مسقط النهاية أقوم بإنشاء العمود بهذا الشكل. هنا هذه الطويلة هي عبارة عن مسقط W على المحور Y، لاحظ اتجاه حركة القلم من مسقط البداية إلى مسقط النهاية، وبالتالي سالب ناقص. ماذا يمثل؟ هنا الزاوية 30، هنا أيضا تكون الزاوية 30 درجة، وبالتالي المسقط هو مجاور للزاوية 30، وبالتالي هي عبارة عن 100 واللي هي قيمة الوزن الوتر في مجاور يعني كوساين الزاوية 30. وصلنا لعند الN، الN مع جهة Y وهي موجبة زائد الN
أيضا تساوي الصفر، كون الجسم في حال التوازن الانسحابي على المحور X وعلى المحور Y، يعني توازن انسحابي كامل. الآن بإيجاد قيمة الـ N، الـ N تساوي بنقل الـ F في ساين الثلاثين والناقص 100 في كوساين الثلاثين إلى الطرف الآخر وتعويض قيمة الـ F. الـ F هي عبارة عن 50 على جذر الثلاث، في ساين الثلاثين هو نصف بهذا الشكل، زائد 100 في كوساين الثلاثين واللي هي جذر الثلاثة على 2 بهذا الشكل. الآن هنا 50 تصبح لدي 20، 25 على جذر الثلاثة زائد هنا 50 في جذر الثلاثة الواحد نيوتن، هي القوة أو قوة رد فعل الأرض على هذا الصندوق. في المسألة التالية لدي كتلتين مربوطتين بخيط عبر بكرة، الكتلة الأولى هي M1 وتساوي 1 كيلوغرام، الكتلة الثانية هي M2 وتساوي 2 كيلوغرام. طبعا M1 تتحرك بدون احتكاك، بينما M2 تخضع إلى معامل احتكاك قدره 0.3. طبعا هنا الاحتكاك بين الحبال والبكرة يكون مهمل، المطلوب ما هو التسارع الذي سوف تتحرك به الجملة وما هي قوة شد الحبل بين هاتين الكتلتين. إذا نبدأ أولا دائما بتحديد القوى الخارجية المؤثرة على هذا أو هذا النظام أو هذه الجملة. القوى الخارجية المؤثرة مثلا في الكتلة الأولى هنا M1 سوف تسحب M2 بقوة ولتكون T، إذن هنا القوة الأولى التي سوف تؤثر هي القوة T. بنفس الوقت وبنفس القوة تماما حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي في المقدار ومعاكسه في الاتجاه، M2 سوف تسحب M1 بقوة بهذا الشكل، هي القوة T أيضا مساوية في المقدار ومعاكسه في الاتجاه، إذن القوة الموجودة هنا هي أيضا T. ما هي القوة الأخرى؟ لدي M2 قلنا تخضع لمعامل احتكاك سورتنما كاتسايسي واللي هو 0.3. دائما الاحتكاك يؤثر عكس جهة الحركة، يعني على فرض أن الاتجاه هنا للحركة بهذا الشكل، هنا المحور X وهنا المحور Y بهذا الشكل، على فرض أنه هنا هذا الاتجاه الموجب للحركة، هذا الاتجاه الموجب للحركة، وبالتالي الفتحة هنا سوف تؤثر عكس جهة الحركة واللي هي الاحتكاك. إذن هنا يوجد قوة تسمى الفتحة الاحتكاك. أصدقائي الفتحة الاحتكاك أو قوة الاحتكاك أو أحيانا تسمى الفيميو هي القوة التي تتولد نتيجة التلامس الذي يحدث بين أرضية الصندوق من الأسفل والطريق، يعني وتساوي دائما هي هذه القوة هي عبارة عن الميو، يسمى معامل الاحتكاك يتعلق بعدة عوامل منها خشونة الطريق، منها أشكال الأجسام المتلامسة، مضروب في نورمال القوى العمودية. طبعا هذا النوع من القوى سوف يعرف لاحقا عن دراسة أنواع القوى الموجودة في الميكانيكا التي تؤثر في الميكانيكا. إذن هنا الفتحة هي عبارة عن الميو في النو، يمكننا حسابها الآن، الميو هي عبارة عن 0.3. هنا الوزن، نلاحظ أن الوزن هو شاقولي نحو الأسفل، تتشكل قوة نتيجة التلامس بين الأرض أو بين الطريق والجسم، نسميها قوة النورمال أو قوة التلامس العمودية. يعني هنا عمليا يوجد لدي قوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه، الأولى هي النورمال والثانية هي الوزن، وبالتالي قيمة الN هنا تماما تساوي قوة الوزن. هنا الN هي نفسها الW تساوي في المقدار وتعاكسه في الاتجاه. أما كطويلة قيمة الN هي عبارة عن الM في G، يعني هي الM مضروبة في G كطويلة، وبالتالي بدل الN سوف نضع M مضروبة في G.
يعني 0.3 ضرب الام هنا كتلة الصندوق الثاني هي 2 كيلوغرام ضرب 10، هنا أصبح لدي 6 نيوتن واللي هي قوة الاحتكاك التي تؤثر نحو الخلف. الآن نعود، هاي كل القوى الموجودة المؤثرة على M2. القوى الأخرى الموجودة المؤثرة على M1، قلنا M1 هنا لا تلمس الطريق وبالتالي لا يوجد احتكاك. يوجد القوى المعروفة واللي هي مقدار جذب الكوكب للأجسام واللي هي الوزن، شاقولية ونحو الأسفل. هنا الوزن الخاص ب M1، M1 كتلتها 1 والجاذبية 10، يعني الطويلة أو الماجنتيود الخاص ب W أو الشدات هو أيضا 10 نيوتن. نبدأ الآن بتطبيق قانون نيوتن. قانون نيوتن يقول سيجما F يساوي الام مضروبة في الـ A. طبعا القوى الموجودة سوف تطبق على كل جسم على حدة، يعني من أجل الكتلة M1 ما هو لدي هنا M1، لدي T ولدي W، لاحظوا الاتجاه الموجب، W مع الاتجاه الموجب وبالتالي هي موجبة لا تصنع زاوية وبالتالي 10 ناقص T لا تصنع زاوية أيضا مع المحور X وهنا مجهولة القيمة عكس الاتجاه، تساوي الكتلة المدروسة واللي هي M1 وقيمتها 1، 1 مضروبة في الـ A وبالتالي حصلنا على المعادلة الأولى. المعادلة الأولى 10 ناقص T تساوي الـ A، المعادلة رقم 1. طبعا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو حساب الـ A بما التسارع الذي يتحرك في الجملة وحساب T مقدار الشد الموجود في الخيط. الآن M2 كيف يمكن حسابها؟ M2 بنفس الأسلوب تماما على هذا المحور، لدي T تؤثر مع جهة المحور وبالتالي هي موجبة، لدي فتحة واللي قيمتها 6 تؤثر عكس جهة المحور، بينما الـ N والـ W نلاحظ أنهما عموديان على المحور وبالتالي مساقطهم صفر، ليس لهم تأثير بالحركة، قوة تلغي الأخرى، وبالتالي هنا T ناقص 6 تساوي الكتلة المدروسة هي 2 كيلوغرام، 2 مضروبة في الـ A. إذن هنا المعادلة الثانية تصبح T ناقص 6 تساوي 2A، المعادلة رقم 2. أصبح لدي معادلتين مجهولين باستخدام الطرق الجبرية، يعني يمكن حساب قيمة أولا الـ A. بجمع المعادلات نجمع 1 و 2 مع بعضهما البعض، تختفي الـ T، يصبح لدي 10 ناقص 6 تساوي 3A. هذا يؤدي أن 3A تساوي 4، يؤدي الـ A هي عبارة عن الأربعة على 3 وتساوي 1.3 متر في الثانية للتربيع وبالتالي حلنا صحيح. الآن المطلوب حساب أيضا قوة الشد الموجودة في الخيط، نعوض في أحد المعادلتين، على سبيل المثال نعوض في المعادلة الأولى، لدي 10 ناقص T تساوي قيمة الـ A واللي هي 1.3، يؤدي T تساوي 10 ناقص 1.3 يعطينا 8.7، والT هي قوة الشد وبالتالي تقاس بواحدة النيوتن. وشكرا لكم.